أثارت الفنانة السورية هلا يماني العديد من التساؤلات بعد ظهور المتكرر بالحجاب بشهر رمضان المبارك عبر تيك توك، ليتم اتهامها بتقصد إثارة الجدل والهدف من الحجاب جني الأموال بواسطة التطبيق، إلا أنه ما كشفته كان العكس تماماً. بالتفاصيل عبر مقطع مصور ظهرت فيه مرتدية الحجاب، أعلنت نجمة مسلسل باب الحارة هلا يماني اعتزال الفن بشكل نهائي، وخلال البث المباشر كشفت أنه سبب ارتداء الحجاب واعتزال الفن هو خوفها من الموت ومن الحساب. يماني اللي أصبحت من نجوم تطبيق تيك توك بعد إعلان اعتزال التمثيل وظهورها بالحجاب، رفضت ما وجه إليها من اتهامات باستغلال الحجاب لزيادة شهرتها على التطبيق واسع الانتشار. وشددت يماني على أنه هي لن تستخدم الحجاب واللي وصفته بشعار الإسلام كلعبة على تيك توك، قائلة: أكيد ما رح أجي وألعب بشعار الإسلام، فأنا ما بسمح لنفسي أني أجي أعمله كلعبة على تيك توك. وبتملك يماني البالغة من العمر 38 عام، واللي شاركت بالعديد من المسلسلات السورية أهم باب الحارة، ليالي الصالحية، وقلة ذوق وكترة غلبة، ما يزيد على 250 ألف متابع على تطبيق تيك توك. إلى ذلك كشفت هلا سبب انسحابها من مسلسل البيئة الشامية الشهير باب الحارة، واللي جسدت فيه دور فايزة ابنة العقيد أبو النار، وحققت من خلاله شهرة كبيرة، وقالت أنه الأجر المادي الزهيد اللي كانت بتتقاضاه واللي وصفته بالسخيف، حيث بلغ 3 ملايين ليرة سورية ما يعادل 1200 دولار أمريكي بالوقت الحالي، وكان السبب الرئيسي بانسحابها من العمل. وبوقت سابق كانت قد أعلنت هلا اعتزال التمثيل وارتداء الحجاب من أجل التقرب إلى الله تعالى، وما دفع زميلة يحيى بيازي إلى السخرية منها ببث مباشر عبر تيك توك. وأكدت الممثلة السورية انزعاجها من بيازي، وكشفت أنه هي حاولت ضبط نفسها كرمال ما تزعجه برد عليه بحكم وضعه أنه هو مريض، الله يشفيه ما حبيت أجرحه، على حد قوله. وحاول تحريم الفن قالت يماني: أنا ضد هاي الفكرة، لو حرام ما كان بالأساس اشتغلت وما كان حدا اشتغل بالتمثيل، الفن موجود على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وطالما كان موجود على أيامه معناته مش حرام.